في الأثناء أعلن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات في ثالث تجربة صاروخية هذا الأسبوع. وأوضحت سول بأن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية قطع مسافة 1000 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر، مضيفة بأن الصاروخ كان بزاوية مرتفعة. وعقب إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي العابر للقارات، عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا خلاله وجه رئيس كوريا الجنوبية جيش بلاده بالحفاظ على حالة التأهب لمواجهة أي تهديدات قادمة من بيونغيانغ، كما تعهد بتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان ومتابعة التدريبات العسكرية المشتركة الجارية مع الولايات المتحدة. وصفه زعيم كوريا الشمالية بأقوى سلاح استراتيجي في العالم، هواسونغ 17، هو أحدث صاروخ باليستي اختبرت كوريا الشمالية إطلاقه بنجاح في نوفمبر 2022، وهو أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل في العالم. السلاح الكوري يمكنه أن يحلق قرابة 15,000 كيلومتر، أي ما يكفي للوصول إلى الولايات المتحدة، كما طور بتكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية، بما يسمح بتصويب الرؤوس الحربية على أهداف مختلفة، وهي ما تجعله قادراً على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخية بشكل أفضل. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي.